السلام عليكم ورحمة الله. في الدمام في بيتي نعم. ليكون نسيتوا المكان يا جماعة، والقلم والعدالة الحرب والكرسي اللي فيه سوني يا جماعة. إن شاء الله هنكون ما نسيتوا، عشان ما نطول عليكم زي ما وعدتكم الثلاثة مليون بصور مقطع مع الوالد. نعم صورته، بينزل لكم الأسبوع الجاي، فخلوكم جاهزين، فعلوا الجرس وترقبوه لأنه مقطع بيفجر الدنيا. المهم يا أخوان، أنا الآن مسافر، برجع بنفس اليوم اللي بتشوفون فيه المقطع. عندي لكم حاجة حلوة مرة اليوم الجزء الثاني، لكن سكواد المجانين من أمونج أس. إذا عجبكم المقطع زي المقطع اللي فات راح نصور لكن بالحياة الواقعية، هذا وعد ثاني بإذن الله راح نسويه. المهم الله يسعدكم، شكرا للدعم، وبقى لنا شيء على 4 مليون، فعلوا الجد، ما بقى لنا شيء ايش بقي لنا 900,000. ان شاء الله معكم انه ما بقى لنا شيء. وحاب اقول لكم شيء، ترى رابط البلوفرات والتيشيرتات حقتي موجود بالوصف، تقدرون تطلبون يا جماعه، وبعد كم اسبوع راح يكون في دفع عند الاستلام. الله يعطيكم العافيه، لا تنسوا الاشتراك واللايك. السلام عليكم، مشاهده ممتعه. الله يسعدك يا وار. يلا يلا ميت يا منا يا ابو خالد يا حمار منا. فين موجود فوق؟ هم ترى علي اسمع، تفضل. لا اله الا الله، عليكم السلام. يمه السلام وبركاته يا اخوان، انا رايح لغرفة الكهرب بسوي مهمة الداونلود. الله اكبر، اربع ميتين. يا هذا لانه ما يعرف يلعب ولا في شيء واضح. ان هذا محتال كبير ودجال. صبر يا جماعة، وانا عندي اعرف ناس محتالين ومن ضمنهم. يا عيال عطوا اللعبة حقها معلو، انت اللي مصوت تكلم. ايه تكلم. لقيت في غرفة الالكتريك، لقيت في جثة عند الداونلود حقت الالكتريك. حلو طيب، ثواني حبة ودي ثواني يا جماعة، ثواني اوكي ثواني، عشان ناخذ الامور بمنطق. اول شيء مكانك يا ناصر، الله يهينك. مكاني انا في غرفه الادمن، قاعد اسوي البطاقه. شين قال لي فاضيه. ثواني يا جماعه، مودي مكانك اقصى اليمين. انا بسال شيء واحد، ممكن اليمين اسلم. الجثه اللي لقيتها معلو اقصى اليمين ولا وين يا عيال؟ اللي ميتين اربعه ميتين يا جماعه، اربعه. ثواني مو بمنطق انه واحد بس وجثه واحده يا معلو. اكيد في دبل صار وقت الراوند هذا، في دبل كيل جاء 100%. انا ما لقيت اللي... منبا وين كنت؟ منبا تكون جنبي صح؟ انا كنت جنبي. ايوه صار منبا، تمام. طيب ومعنا مين؟ صافي. منبا وينك منبا؟ انا كنت فوق يمين معاك، نزلنا بعدين رحنا الادمن صح ولا لا؟ فوق يمين؟ فوق يمين مودي، فوق يمين مودي. هل شفت منبا؟ انا فوق يمين. هل شفت منبا؟ دقيقة، هل شفت منبا؟ لازم اصوت على واحد، منبا. بمبا يلا يديش خلص الجيم. شوف الو يا عيال، اهربوا يا عيال، اهربوا يا جماعه. يلا يعمل شلون قصدك يا عيال؟ صار عندنا دي بارفكت سكو يا ابو خالد. اقسم بالله مرجله، والله مرجله، والله مرجله. أربعة ناصر، والله إني حاسس معانا أبو شايع كان بالنص مسوي، بعطيك البث. عطوا اللعبة حقها أبو شايع، ما أعطيتك ريكوردينج، ما سويت ريكوردينج، بعطيك البث كامل. عادي الحمد لله حظي حلو اليوم. شنو يا عمري؟ طرحنا ايش معلو؟ معلو يا عيال، بجيح قدام عيني. مو كذا البجاحة. ثواني كم الزبدة؟ أنا بصوت على معلو، معلش أنا بصوت على معلو. واضح يا أبو شايع، ما إذا مو معلو صوت عليك، معلش تقمها بجيح. يا عيال تستهبلون أنتم.
واضح دبل كل اصلا يعني واضح انه اذا طلع شنق واضح الثاني انه سويلي على كيف كنت المتهمات القم ناصر اخبارك على طول اسمع شو انا متبلسيه خلص على طول سعد مود يشيل سعد مود يشيل ودي زباله اه اجتماع انا بسوي على كوري كم واحد مكتب كلامه جي اعزائي الساده المشاهدين والمستمعين ناصر والله ما قصرت يوم طلعت بعينك في الجنرال بدا صوت يا اخي اعطوا اللعبه حقها اعطوا اللعبه حقها يا امير فكين جو لو الديسك النكت فيك ناصر اهلا شباب نويصر حيال ابو خالد دخل قدامي بالفتحة يا عديم العين يا صغير الاذنين تفهمني ابو خالد والله معليش ابو خالد بس انك اسمح واحد يلعب ابو انقاس ابو شايع لا حد يتكلم انا ببرر خلو خلو صح 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 حق يا عيال حق انا سب رب البيت خلو 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 اللي بيقاطع ام عيال تمام اللي قاطع ام حرمه اللي قاطع اسمعوني اولا اولا يا جماعه الخير واحد السوح ناصر يحسب ان النور مفتوح له في كل مكان ويحسب اني طالع من تحت اثنين اذا انا بصوت على نفسي الان يا انك مو عارف اللي يضحك ام عيال اللي يضحك ترضعنا اخر الليل لا تقبلني قولوني لا تقبلني اثنين اول يا انك مواطن سبك او برو حرامي قتلت وحطيت اللوم سريع سريع لكن انا مواطن شريف وبحط سكب لكن اسمع من اللي بيصدق على طول زي السبايك ولو طلع لو طلع مو بمود يحط بالك انه انت بتكون امبوستر ايه اتفق انا اتفق معكم خلاص سكب لين توضح الامور سكب لين توضح الامور مواطن سبك يا اخوان مواطن سبك مواطن ناصر ناصر ام السباكه شفت عيني يلا عطوا اللعبه حقها وعطوها الحين عندي انت لو تسكت بعد ما تكون لعبه حقها لانك اذا نرفزتني افضل لو أذبح ناصر مودي بياكل تبني منكم مودي أنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا طالع من الويبر انجن ورايح المد بي عند باب المد بي لقيت جثة يا اخي لا تقول مكان يا اخي ناصر اللي مات ايه اها عجب طيب ما ادري انا ما بتكلم طيب دقيقة منبا كان عندي وكان عندي مودي طيب. في غرفة الكهرباء تمام شفت منبا طلع مودي أنا ما أبغى أرمي عليه اتهام الآن ويجيني يا سبك بس والله ما شفته طلع لكنه اختفى من الغرفة كيف ما أدري يمكن زلت عيني كذا ما أدري منو هذا مودي لكن منبا ما سوى لي شيء خلص مهمه ومشى طيب يا عيال مودي ليش ساكت عندي سؤال يا مودي لك أنا حاط ميوت ألو يا ربي هاي إيه حاط ميوت يا سلام يا بسام أنت مواطن يا فديت روحك تمام ركز معي أكيد ركز معلو هلا وين لاقي الجثة اللي قتل لا 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 تقول مودي معلش انت وين كنت كلنا عرفنا مالك دخل الحين بتكلم انا الحين المايك عندي مالك علاقه المايك عندي بتكلم اصبر يا مسلم اللي قتل ناصر من اخبث
العالم اللي شفتهم يا أن بيحط اللوم علي أن ناصر قبل يموت قال مودي أو 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 النثور أنت بقدر تفك يا أن أنا مواطن بسام مواطن معلوم ما أدري عنك أنا عندي شكين عندك محمد وعندك أبو شاي اسألوا أنا أماكنهم لأني ما أعرف اللعبة أنا فأخسر مين فوق مين أنا في الآدم طيب طيب لحظة لحظة يا جماعة جماعة وقف 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 هو يبغى يطولها ما بقى إلا 20 ثانية مودي نظام الاستقبال هذا ما أبغى كلنا قلنا أماكنها أكل واحد اللي ما قلت مكانك يا عيال أيوة قلب علي أبو شاي قلب علي أبو شاي بنفردون فيكم بنفردون فيكم أنا في الآدم يا مودي أنا في الآدم مدقع على البطاقة لي ساعة ما أعرف أنا بس أنا بس والله إني معكم أقسم بالله إني معكم اختاروا يلا يا مودي أبو شاي انا اقول معلو انا اقول معلو 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 يا اخوان الله لانه هو الواحد يصوت العم العم تحريات كل الزق راح ارجع خذ اللي انا ما اقدر واضحه واضحه شنق يا عيال معلو خلي واضحه واضحه شنق فينم ما يا عيال كذا يا فينم يا عيال يا عيال دقيقه دقيقه ميوت يا الله نوقف السلام عليكم ابو شايع طيب قول له اهل الله لا اله الا الله ما قبل اقول مكان الجثه انا فينوم كان معي اعرف وينه معلو بسام وين مكانكم محمد وين مكانك انا في انا اسوي دقيقه اسمع اسمع دقيقه دقيقه صبر 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 بسام انت قابلت معه عند الديزل في النص تحت شفت راح فوق هو اللي راح حال اللي قابلته راح فوق مره ما ادري محمد طيب بس طيب. واضح من كلامك انه ما ادري صراحه ثواني يا سلام ابو شايع ثواني يا جماعه قول له الله يا جماعه قول له الله انا اللي مبلغ انا اللي مبلغ ليش تتكلمون خلي خلص معلو بسام انت وين كنت بس معلو وين كنت بسام وين كنت انا ابو شايع الادمن انت في الادمن بسام سام يا بسام انا كنت في الادمن جاء معلو متاخر ما سوى شيء لكن محمد تقابلت انا وياه بالنص اقسم بالله طردني طرده اني والله اني قدني فبوز دقيقه دقيقه دامني طلعت محمد من وين رحت من يمين مره يمين مره اخر يمين من تحت كنت عند الكهرب انا وبسام افترقنا من عند الكهرب يوم من الانجن شغال يا محمد انت كنت رايح رايح وين رايح يمين رايح للاكسجين رايح للاكسجين يمين طيب محمد اسمح لي والله انت خويي وانا ايام كود لكن اعذرني على اللي بقوله الان يا جماعه الخير اسمح لي محمد اسمح لي يا جماعه الخير اللي بقول لكم كلاتي انا رايح يمين مره الجثة موجودة بالضبط عند مكان الأكسجين عند الأزرار الوحيد اللي كان بالجهة اليمين كاملة محمد يا أخي طيب مو بشرط طيب أنا ترى ترى معلو قبل شيء أول واحد صوت أول راسي واحد والله تاج راسي تاج راسي بس أول واحد تاج راسي اسمع دقيقة خليني أتكلم خليني أتكلم بس بقول لك آخر كلمة آخر كلمة بقول لك أنا معلو وبسام عند الادمن هذول الاثنين ضامنين بعض انا وفينوم قايل لك معلو هذا عذري اول واحد معلو. صوت على مودي قال خلنا نصوت على مودي هو معلو طيب يا جماعه شوركم انا قايل لك يمكن محمد انا فوق على معلو صراحه انا محمد انا اسمع ابو انا محمد والثاني معلو يا عيال انا محمد انا صوت على محمد الثاني معلو لا 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 معلو معلو بريء معلو بريء شكوك فقط الثاني هو اللي قاعد يعطينا الدعم القم باقي واحد باقي واحد ردتني طردة البراذر اوستر تاسكات يا الميتين تكفون لا مو بحرام لا لعبتها ثاني معلوم لعبتها صح السلام عليكم أيوه. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا مخلص تاسكاتي طبعاً وقاعد أدور. أول ما رن الجرس أنا كنت في غرفة الكهرب.
لقيت جثة بسام. طيب كان في اي احد؟ شوف شوف شوف، انا طلعت من غرفة الكهرب لقيت بسام وشفت بعد شطفت على شنق. لحظة لحظة لحظة، خل شنق الحين على جنب. الحين الجيتر هذا مولع تمام؟ زين. وين كنت يا فينوم؟ وين كنت يا معلو؟ معلو انت كنت عند الجيتر والجيتر مولع؟ ايش؟ لا انا كنت ادور لان بخلص تاسكاتي ودخلت غرفة الكهرب. اول ما دخلت غرفة الكهرب رن الجرس وكان عندي جثة بسام. انا كنت في لازم تطلع واحد يا عيال، لا عيال القرار اللي بنقوله هو اللي بيطول. انا كنت اقصى اليمين وانا حليت الاكسجين اللي فوق، وانا كنت بالادمن وانا اللي قاعد احط الكود حق الاكسجين اللي بالادمن. معلو انت كنت بغرفة الكهرب. طيب عندنا امرين، طيب عندنا امرين، انا ضامن نفسي وانا اللي مطلع محمد. عندكم واحدة من ثنتين، فينوم يمكن انت بدك تكسب ثقتنا. ما بكسب ثقتكم على حس خويي، كان اقدر كنت اقدر اخلي خويي ونسكب على معلو لان عليه الصوت متعادل، هو خويي واطلع معلو ويبقى انا ومحمد خويي واذبح اثنين فيكم وافوز بالجيم. لو على كلامك بكسب ثقتكم، لكن بالمنطق انا شوف 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 انا صراحه اقول لك يا معلو، انا واثق فيه مليون بالمئة، انا مواطن لان كنت اوقف عنده في اكثر عن كم مهمه يبين التاسك بار قاعد يزيد اللي فوق، هذا شيء. ثاني شيء من معلو يعرف مصوت انه طيب اوكي طيب انت خلص، وانا متاكد ان انت وانت انت خلص. طيب هي حركه، هي حركه انا بعطيكم اياها كيف الحركه، انا عارف فهمت السالفه كيف السالفه، ان انا بذبح واحد وبادخل سلمكم الله بالفنت، دقيقه انا ادخل في الفنت ثم اطلع من الميد باي على الكافيتيريا على الاكسجين اللي فوق على اليمين وبوقف هناك، واذا جو قالوا الجثه بالالكتريك بقول لهم انا اصلح وبتكسب ثقتي انا كذا، وبتقول لا انا بعيد عن الشبهه، انا اقول لا اللي اشوفه فينوم. معليش فينوم، انا كنت رايح من انا كنت اناظر الكاميرات، اقرب واحد غرفه الكهرب فينوم. انا هذا اللي اقوله، ان الحركه اللي مسويها مدروسه، حركه واحد لعيب. لا 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 لا. والله حركه واحد لا لعيب حبيبي. فينوم ثواني بقول لك شيء، بقول لك شيء حبيبي قاعد يلحس مخك. بقول لك قاعد يلحس مخك. لا تقعد تسوي يلحس مخك، يلحس مخك ما بقى له 12 ثانيه. فينوم التهم الوحيده كلها عليك، يا اما نجيبها يا اما نخسر، انا بصوت عليك. يا الله معلو معلو يا غبي، مين معلو يا سبك، معلو يا سبك، الله يلا واضح فيك يا عمري. لا لا شك انا ادري انه بيشوكها، والله ادري هذا جيش السواحات نسعى خلف القمه واكثر، نلقى المحبط حاول يكسر بس الصدمه اكثر نكبر. شونج اكس بونج معلم في ضحكتكم، يوز اس اكس بي افضل كود في ساحتكم. فوق المليون نمضي شاهد الظهري في جمهوري، اقوى جمهور باليوتيوب بالعالم تشهد على حضوري. هذه بس بدايه دامي سيد في الروايه، راح اكمل بطريقي ما اشوف صفحه نهايه.